كنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه بتبيعي بضاعة بحق وحقيقة، مش بتبيعي همبكة وحركات. يعني عجبتك يا سلام؟ أوي يا نعيمة. والنبي صحيح؟ صحيح. يعني كده من امتى؟ من زمان أوي. من زمان؟ أمال ما كنتش بتفضفض لي؟ ما كانتش عجباني شغلتك. ودلوقتي انت مراتي. تقولي منك بسنة. فاكر امتى؟ لا مش فاكر. لما المرحوم ابوك جه من الحكاية ونزلت انا تراكل، قمت انت اتكيت على ايدي وبصيت لي حتة دين بصة، رحت انا وفضل قلبي يعمل تك 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 تك. انا؟ ايوه. طب ما انت كمان بصيتي لي. حتى انا معرفش ابص كويس. انتي